جزء من خطاب سعيد. للأسف الشديد كما قلت مؤسف أن يتحول السباب والحديث عن حرب وتطهير هي علامة مسجلة لا ينافسه ولا يقارعها في أحد، هي علامة مسجلة خطاب الرزمي في تونس للأسف الشديد. نسمع سعيد ونرجع له. أننا نخوض اليوم معا على نفس جبهة القتال حرب تحرير وطني، وأنني على يقين بأنكم تشعرون بنفس الشعور المثقل بالمسؤولية. نخوض حرب تحرير من أجل فرض سيادتنا كاملة، ولا هذه السيادة التي لن نتنازل عن أي جزء منها أبدا، لن نتنازل عن حبة رمل واحدة أو عن قطرة ماء في البحر التابع للسيادة التونسية في المياه الإقليمية، لن نتنازل أبدا عن كرامتنا. سيد أحمد قعلول، الغنوشي الذي يتحدث وينظر للوحدة الوطنية وخطاب يعني عدم الحدية، وكان وقف صدا منيعا أمام قانون تحسين الثورة، ألا تدفع حركة النهضة وفي جزء كبير منها تونس والمعارضة ثمن هذا الموقف الحدي لحركة النهضة؟ الآن قرار وزير الداخلية، طبعا هو غير قضائي، قرار إداري، منع النشاط حركة النهضة في كامل أنحاء الجمهورية، ومنع جبهة الخلاص من الاجتماعات في تونس الكبرى. شوفش أنه النهضة لم تحسن القراءة. قبل أن أجيبك على سؤالك، يعني الخطاب اللي كنا نحن نسمع فيه معناها مش متناسق، مش متناسب، المتحدث ليس متناسبا مع الخطاب الذي يحمله. يعني تونس ليست مصر جمال عبد الناصر، تونس ليست عراق صدام، وتونس ليست ليبيا القذافي. وقيس سعيد له صدام وله القذافي وله عبد الناصر، يعني نحن أقل شيء ما عندناش ثروات تاع الدول هذه. نعم. يعني ولكن شوف رغم ذلك أنا الأمور في الدول هذه فين وصل؟ فواحد على قد كساه يمد رجليه. نحن التوانسة اليوم ما عندناش خبز، ما عندناش فرينة، ما عندناش سميد، ما عندناش سكر، ما عندناش حليب، ما عندناش لحم. الدينار التونسي غدوة باش نهزوا قفة تاع فلوس باش نمشيو نشريو باجيت، اشتر الباجيت متعودين ناكلوا بها الاسبوع الاخير، وقاعدين 43 اليورو لاول مرة، وقاعدين نساسيو. هو نفسه يكلم في رؤساء الدول كلهم عاملون يعطيني فلوس. طيب خلينا نفهموا، خلينا نفهموا الكلام هذا شكون قاعد تبيع فيه؟ انت قاعد تطرد في الشعب التونسي من تونس، قاعد تطرد في رجال الاعمال من تونس بالسياسه نتاعك. انت قاعد تسلم في البلاد، انت مستعد تبيعها البلاد هذه كلها بشو يبقى على الكرسي في النهايه؟ وقال لنا بيع ذره تراب. اذا هو مستعد يضحي بتونس بكلها باش يبقى هو في الكرسي. قرار وزير داخليه التعليمات انه يهبط واساس يستعمل قانون الطوارئ باش يمنع الاجتماعات في جميع مقرات حركه النهضه. على كل حال حركة نهضة ليست مقرات، حركة نهضة توجدت قبل وزير الداخلية هذا وقبل قيس سعيد وقبل بن علي وفي وقت بورقيبة، وبورقيبة توفاه ربي وقعدت حركة نهضة، وبن علي هرب وتوفى وهذم اثنين عند يواجهوا في ربي. نعم. سبحانه وتعالى وبقات حركة نهضة. حركة نهضة فكرة، وهذه الفكرة سقاتها المحن وسقاتها التجارب وعركتها التجارب هذه. الفكرة هذه يعني كما الشجرة يمكن تسقط منها ورقة، يمكن تسقط منها أوراق في فصل الخريف ولا الشتاء، ولكنه فما ربيع
بتوجيه وتعود هذه الشجرة تورق من جديد ما دام الماء بتاعها صحيح والأفكار اللي هي قائمة عليها أفكار صحيحة. ما نخافوش على الجذور هذه والنبتة هذه أنها تنشأ وتنبت من جديد. لن يكون له تأثير قرار هذا؟ لا ما عندوش تأثير، ما عندوش تأثير. وسكر ما قرأت كله بعدين. نحن لما في 2013 كنت في حوار مع صحافي أجنبي وقت بعض المتطرفين جاوا باش يحكوا مقراتنا، قالنا طيب شنو مقر شو ترد؟ قلنا احناش باش نردوا الفعل، يحب يحرق المقر تفضل يحرق المقر، اللي يهمنا نحن انه ما يلزمش البلاد والتوانسة يتقاتلوا مع بعضهم. نفس الشيء في انقلاب قيس سعيد، ردناش الفعل، تحب هذه بنية تحب تسكرها سكرها. ايه القراءة السياسية سي. ايه وهذه هي القراءة السياسية. الاستبداد وقتاش يتمكن؟ وقت اللي يقدر على صناعة العنف الرعب. ما احنا ما احناش باش نردوا على عنف الاستبداد بأي نوع من العنف. الشيخ راشد يؤمن بمضمون تلك الآية، لأن مددت إلي يدك لتقتلني، لأن بسطت إلي يدك، ما أنا ببسط إليك يدي لأقتلك، إني أخاف الله. طيب تحب تفضل. احنا حزب سياسي مدني يريد أن يدافع على دولة القانون والحريات والعدالة والديمقراطية، وسندافع عن هذه الدولة بالطرق السلمية فقط وفي إطار القانون. نحن اليوم ندافع على الدولة وندافع على الشعب وندافع على الثورة. نحن بنات الدولة هذه، نحن بنيناها بعد ما سقطت، بعد ما فشلت النخب اللي أنشأتها الدولة البرجيبية، فشلوا في أن يحافظوا على الدولة، طيحوا طاحت في بين إيديهم. نحن مع بقية التوانسة جينا وعدنا بناء هذه الدولة. قيس سعيد قاعد يعاود يهدم في هذه الدولة بالقهر وبالتفكيك وبالإرهاب.